لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، في انفجار عبوة ناسفة، إصابة 3 من عناصر الشرطة الحكومية بينهم ضابط شمال شرق بعقوبة. في صحيفة المدى، حقوق الإنسان ومنظمات مجتمعية يحذرون من التفكك الأسري. في موقع كتابات، ائتلاف العبادي يتهم عبد المهدي بالكيل بمكيالين وتعطيل القوانين. في الجزيرة نت، البرهان يلغي الطوارئ ويحدد مهام المجلس العسكري الانتقالي بالسودان. في العربي الجديد، خطوات للمجلس العسكري السوداني والمعارضة تتجاوب، إلغاء حظر التجوال وحوار لانتقال السلطة. في القدس العربي، ترامب يبدي تأييده لعقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية. في صحيفة الحياة، الشارع السوداني يفرض خياراته واستقالات العسكريين تتوالى. السلام عليكم. قرار الرئيس دونالد ترامب إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية كان حاضرا في رؤية المجتمع الدولي منذ سنوات وفي ذهن الباحثين بشأن الإيراني، خاصة من الإيرانيين الذين كانوا جزءا من نظام ولاية الفقيه، واكتشفوا الكارثة مبكرا بما ذهبت إليه إيران في حرب الثمان سنوات ثم المنطقة بأسرها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، بما نتج عن تهور الإرهاب الإيراني إثر توقيع الاتفاق النووي في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما. الواقع أن الاحتجاجات في العراق لا يراد لها أن تشير إلى الاحتلال الإيراني ودور الحرس الثوري الواضح من خلال تصريحات الميليشيات واستنفارها السياسي والأمني والإعلامي ضد قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، بحسب مقال الكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. منذ 40 سنة جربت الشعوب الإيرانية إرهاب نظامها، يوم زج الحرس الثوري بالفتيان من طلاب المدارس ليفتح بهم حقول الألغام على جبهات الحرب مع العراق، ومعهم راكبي الدراجات النارية مقابل وعود الخميني بمفاتيح جنة المشروع الطائفي المتطرف الذي تجرع فيه النظام الإيراني السم، ولم يتحقق إلا بخدمات الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003. العراقيون يلتفتون وراءهم متطلعين إلى 16 سنة من سنوات الاحتلال من دون أن يتمكنوا من تشخيص نوعية النظام السياسي الذي يتحكم بمصائرهم ومواردهم، إذ ليس للنظام رأس ليتوجه إليه بالاحتجاجات. لذلك فإن ما يحصل في بعض الدول العربية من متغيرات مصدرها الاحتجاجات والإصرار على استمرارها وتصاعدها يثير التساؤل في تطلعات أهل العراق وحيرتهم من أمر هوية نظامهم السياسي. لهذا تتسم احتجاجاتهم بالتظاهر ضد نظام مجهول، رغم أن بيده السلاح والعنف والقمع والكواتم والمال. مدى تأثير قرار إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية على العراق يدركه العراقيون، لكن لأسباب غير مجهولة يحاول زعماء العملية السياسية وأحزابها عدم الإصغاء لصوت المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب، مكتفين بتطبيقات المحور الإيراني لفكرة النأي بالعراق عن الصراعات وعدم تحويله منصة لأي هجمات على نظام ولاية الفقيه، دون أن يتجرأ أحدهم ليطلب من ولاية الفقيه أن تكف حرسها الثوري وأذرعه الميليشياوية عن استباحة العراق الذي صنعت منه منصة إطلاق لإرهابها ونفوذها لزحزحة استقرار المنطقة. تبقى معالم وأهداف النفوذ الإيراني واضحة في العراق، وتسعى جميع الجهات الإيرانية على إثبات هذه الحقيقة بمستويات رسمية وأمنية وسياسية متعددة، كي تشعر الآخرين وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية أن العراق أصبح مرتعاً خصباً للمشاريع السياسية الإيرانية، وأنه الواحة الكبيرة التي يستظل بها النظام الإيراني، وأنها تشكل العمق الرئيس لأهداف ونوايا الأجهزة الأمنية والمؤسسات المخابراتية في طهران،
هذه هي الصورة التي تصف جميع اللقاءات التي تجريها طهران مع أعضاء ومسؤولي حكومة بغداد، وذلك بحسب ما قال للكاتب أياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. لهذا فإننا عندما نقرأ طبيعة الزيارة التي قام بها عادل عبد المهدي رئيس حكومة بغداد إلى إيران قبل عدة أيام ولقائه مع خامنئي المرشد الأعلى في طهران ومناقشته للأوضاع الجارية في العراق، نرى أن فيها توجيها واضحا بضرورة العمل على مطالبة القوات الأمريكية بالخروج من العراق، وهذا يظهر حقيقة النفوذ الإيراني الفعال في بغداد وطبيعة الأحاديث والمباحثات التي تجري بين حكومة بغداد والنظام الإيراني. ويأتي هذا التوجيه بصيغة أمر يفرضه خامنئي ويطلب الاستعجال في تنفيذه، بل يذهب بعيدا في إعطاء تعليماته إلى عادل عبد المهدي ويطلب منه التأكد من أن الأمريكان سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع وقت، لأن طردهم يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلا في أي بلد. جاء زيارة عادل عبد المهدي لتعمق حالة الصراع السياسي والاختلاف في الرؤى الميدانية لطبيعة التعامل مع التواجد الأمريكي. الأدوات الإيرانية من وكلاء ومتنفذين وسياسيين في العملية السياسية التي تجري في العراق إنما يسعون إلى تحقيق مآربهم الخاصة وأهدافهم الفئوية وتحقيق غاياتهم الحزبية في تكوين أطر سياسية ومحاور رئيسة تشكل عمقا مهما يستخدم في الدفع باتجاه تقوية وإدامة حلقة الاتصال بين هذه الأدوات والنظام الإيراني، ويدفع بقوة نحو عملية السيطرة التامة على جميع المرافق الحيوية في العراق وتشكيل حلقات رئيسة تساعد على إبقاء وديمومة النفوذ والهيمنة الإيرانية والسيطرة على القرار السياسي والأمني لدجى حكومة بغداد. تعمل إيران على إبقاء الملف العراقي السياسي ساخنا متوترا ويعيش صراعا سياسيا. بعد أن دمر رئيس الوزراء السابق رئيس ائتلاف دولة القانون الحالي نور المالكي البلاد من شتى النواحي السياسية الاقتصادية الأمنية الاجتماعية من خلال ترشيح محافظين فاشلين وفاسدين لبغداد ولبقية المحافظات، هذا الترشيح خلق طبقات محترفة للاختلاس والسرقات، ضيع الآمال والأحلام وتطلعات الشعب لتوفير السكن والعمل وتقديم الخدمات. عن خدمات بغداد وفساد مجلس المحافظة في العاصمة كتب زهير الفتلاوي في موقع كتابات: مافيا متخصصة للصراعات والسرقات لثروات البلاد وإيقاف عجلة التقدم والإعمار والبناء، خصوصا في تولي المحافظين الفاشلين والفاسدين للعديد من محافظات البلاد خصوصا محافظة بغداد، ودعمهم وإسنادهم المطلق من قبل نور المالكي. محافظ بغداد فلاح الجزائري منح فرص العمل إلى مقاول واحد لمقاولات تصوير المدارس لنحو 4000 مدرسة، وأخذ هذا المصور يحتكر مقاولات التصوير ويصرخ: إني دافع مبالغ إلى محافظ بغداد وشداد خضر، ويجب أن أستحصل تلك المبالغ، وأنا شخصيا أحدد أسعار المقاولات لهذه المدارس. بينما الكتاب الذي أصدره محافظ بغداد لا يوجد فيه تثبيت مبالغ، وموقع شخصيا من محافظ بغداد وموافقة مسبقه من صبار مدب معاون المحافظ لشؤون الطاقة والخدمات الذي لم يعطي بقية الموافقات الرسمية إلى محافظ بغداد، وتمت الصفقة القذرة في جنح الظلام بين هذا المقاول وصبار والجزائري، ولا نعلم لماذا لا تغادر الخسة والنذلاء والخيانة عقول المسؤولين حتى يتم تطبيق العدالة والعمل بشفافية ونزاهة وأمانة واحترام القوانين. يقول الكاتب: لا نثق اليوم بما يقوله فلاح الجزائري محافظ بغداد نتيجة فساده وفشله. كتبنا له ولمكتبه الإعلامي عن مشاريع متوقفة بالعشرات، منها بناء وترميم المدارس المعطلة وإنجاز مشاريع للخدمات في أطراف بغداد والأقضية والنواحي ومنطقة الثعالبة تسمى مدينة الموت، أسلاك كهرباء تصرع الناس، انتشار الأوبئة والأمراض والحشرات، وحتى القمامة لا يتم رفعها بسبب الإهمال وعدم التنسيق مع أمانة بغداد.
يشهد العراق تدهورا كبيرا في قطاع النقل في العراق الذي يشمل النقل البري والجوي والبحري، ما أدى إلى استخدام المواطن العراقي وسائل نقل عام أي خاص، ويرجع هذا السبب إلى سوء الخدمات الحكومية، إذ كان العراق من أوائل دول الشرق الأوسط الذي استخدم السكك الحديدية عام 1916 أي بعد الاحتلال البريطاني للعراق، وكان التواصل بين المدن العراقية من خلال السكك الحديدية حتى أثناء الحرب العراقية الإيرانية كان للسكك الحديدية نشاط واسع في نقل الجيش العراقي ونقل الآليات العسكرية، لكن في الوقت الحاضر ومنذ سقوط النظام السابق لم يتطور واقع السكك الحديدية بسبب الفساد بحسب مقال لصحيفة الزمان العراقية. أما الواقع الآخر والذي يشهد انهيارا كاملا بسبب الإهمال والفساد وهو النقل من خلال السيارات المخصصة لنقل المسافرين، حيث تجد الكراجات الحكومية فارغة من الواقع الحكومي وبدون إدارة قوية تسيطر على الجراجات، لأن الموظف المختص في تلك الجراجات والتابع إلى وزارة النقل تجده خارج الجراج في الشارع ينصب سيطرات يستجدي بها من المواطن مثل جراج البياع، حيث تجد السيارات في الشارع وليس في الجراج، وهذا بسبب عدم وجود الإدارة القوية وعدم وجود القانون. وأتمنى من وزير النقل أن يلغي هذه السيطرات في الشارع لأنها حالة غير حضارية، وهناك طرق أخرى أفضل للتعامل مع المواطن، لأن في دول العالم تعتمد على قطاع النقل كأحد أهم الموارد الاقتصادية في تعزيز ميزانية الدولة. أما النقل الجوي وبرغم إعادة مطار بغداد وتفعيل شركة الخطوط الجوية العراقية بعد الغزو الأمريكي، لكن ما زال هذا القطاع في المراتب الدنيا لشركات الطيران العالمية من حيث التفتيش وتأخر الطائرات، وكذلك عدم وجود الثقافة للمسافر والعاملين من مضيفات وخدمة الطائرة، حيث تجد حتى على مقاعد الطائرة كتابة للذكريات وغيرها، وهذا ما نرجو الانتباه له. أما النقل البحري ورغم أن العراق يطل على الخليج العربي فلا وجود لكلمة سفر عن طريق البحر، لأنه معدوم بالكامل، لأننا حتى لا نملك سفينة للسفر متطورة. أكد برلمانيون عراقيون وجود قيادات عراقية تفرض هيمنتها على وزارة الداخلية وأتاوى على الضباط الأدنى رتبة وعلى المواطنين، بينما أكدت مصادر أمنية عراقية حدوث بعض التغييرات بالنسبة إلى مواقع الضباط الذين يتولون مناصب أمنية بارزة بحسب تقرير للكاتب براء الشمري في صحيفة العربي الجديد. وقال عضو البرلمان العراقي حسين العقابي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن حيتان الفساد تهيمن على وزارة الداخلية، موضحا أن بعض القيادات العليا في الوزارة تقوم بعمليات ابتزاز للضباط الأدنى رتبة. وأوضح العقابي أن هذه القيادات تفرض أتاوى على مسؤولي الوحدات الإدارية الذين يعملون تحت إمرتهم بشكل علني ومفضوح لا يحتاج إلى دليل من أجل إثباته، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالالتفات إلى هذا الملف ضمن إجراءاته لمكافحة الفساد وتعيين شخصيات كفوءة في المناصب المهمة بوزارة الداخلية. ولفت البرلماني العراقي إلى أن بعض الضباط والعاملين الآخرين في وزارة الداخلية يضطرون إلى دفع ريشة للقيادات الأعلى من أجل البقاء في مواقعهم، مبين أن هؤلاء يقومون بدورهم بجمع المبالغ التي دفعوها من الذين أدنى منهم ومن المواطنين. وشدد العقاب على وصف ما يجري في الداخلية بالأمر الخطير جدا وعلى ضرورة الإسراع بمعالجته لأنه يضر بسمعة الدولة العراقية. بينما أكدت مصادر أمنية عراقية رفيعة أن الأسابيع الماضية شهدت تغييرات في عدد من المواقع الأمنية البارزة، موضحة في حديث العربي الجديد أن هذه التغييرات شملت بعض المسؤولين العسكريين في فرق الجيش وعددا من الأجهزة الأمنية الأخرى، ويتزامن الحديث عن وجود فساد في وزارة الداخلية العراقية مع إخفاق القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق بشأن المرشحين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية، على الرغم من مرور 6 أشهر على منح الثقة لحكومة عبد المهدي.
طبيعي أن يشعر النظام السوري بأن الموضوع مسألة وقت لا أكثر، وسيعود إلى موقعه في البيت العربي، إذ يعتبر بشار الأسد أن غياب بلاده عن مقعدها في قمة تونس التي عقدت في 31 من آذار مارس الماضي يعد تجاهلاً لا يليق بما أحرزه من تقدم عسكري على الأرض. وعلى هذا النحو فصلت قمة تونس عن حق وحكمة بين الحقوق المشروعة للشعب السوري الشقيق ورغبة نظام بشار في القفز داخل البيت العربي بشروط تتجاهل مضمون وروح الحقوق الإنسانية ذاتها التي دفع الشعب السوري ثمناً باهظاً جراء تمسكه بها منذ انتفض عام 2011. هذا ما جاء في مقال للكاتب أحمد الصياد في الحياة اللندنية حول مستقبل إعمار سوريا. ولا تشير علينا دروس التاريخ المقارن إلا بأن بشار المنتشي بانتصاره العسكري الواضح والسياسي المحدود سيندفع إلى مزيد من التشبث بالسلطة، متخذا مع عملية إعمار بلاده المدمرة حصان طروادة ينطلق به داخل محيطه العربي بل وفي عمق المجتمع الدولي، متاجرا بآلام الشعب السوري إلى آخر رمق. وبثبات موقف القمة العربية والمجتمع الدولي تتسع الفواصل وتعلو الحواجز أمام أسد طروادة إلى أفاق بعيدة شاهقة تعانق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في حياة كريمة حرة. وخطأ أسد طروادة وارد أيضا فيما لو توقع أن تمتد إلى إعمار سوريا بشار ما حصلت عليه الأمم المتحدة من وعود المانحين في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي اختتمت أعماله في 14 من آذار الماضي في بروكسل، فكلها مساعدات إنسانية نحو 7 بلايين دولار لضحايا نظام بشار في الداخل والخارج، وليس لبناء ما هدمته شهوة بشار للسلطة. على هذا النحو ترتفع الحواجز أمام أسد طروادة وإن ظل متمسكا بميوعة قرار مجلس الأمن المرقم 2254 الصادر في 18 من ديسمبر عام 2015، كونه لم ينص صراحة على مستقبله ودوره في عملية الانتقال السياسي، مستندا إلى تجديد القرار على حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، ليحدثنا التاريخ أن كثيرا ما أنقذت الشعوب جلاديها مثلما أتاحت ميوعة صيغ قرارات الشرعية الدولية فرص إهدارها. توصل باحثون إلى لقاح للسرطان عبر حقنه مباشرة في الورم، ورم واحد، ويمكنه أن يؤدي إلى تنشيط الجهاز المناعي لمهاجمة الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم. وأجرى دراسة باحثون بقيادة الدكتور جوشوا برودي مدير برنامج دراسة الأورام اللمفاوية في كلية إيكان للطب بجامعة سيناء في نيويورك، ونشر في مجلة نيتشر ميديسن. والعلاج الجديد ليس لقاحا تقنيا، وهو مصطلح يستخدم للمواد التي توفر مناعة طويلة الأمد ضد المرض، ومع ذلك يمكن استخدام مصطلح لقاح السرطان للإشارة إلى العلاجات التي تدرب جهاز المناعة على مكافحة السرطان وفقا للجمعية الأمريكية للسرطان. ومع ذلك فإن البحث يعد في بداياته، إذ تم اختبار العلاج فقط في 11 مريضا مصابين بسرطان الغدد الليمفاوية، ولم يستجب جميع المرضى لهذا العلاج. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.